السيد الرئيس حضرنا المحترم، السيدة الوزيرة، السيد رئيس النيابة العامة، العمداء، السادة المديرين، السادة الحضور، كل بصفتي محترم واجب. اسمحوا لي، أنا مسؤول اليوم. وأتذكر أول لقاء كان لي مع السيد رئيس الحكومة حينما عينت وزيرا للعدل. كانت نصيحته جانب التشريع يجب رقمة هذه الوزارة. وحينما وجدت هذه الوزارة أدركت جيدا أن أحسن طريقة للرفع من المستوى هي الرقمة، ونحن متجهين إلى كثير من البرامج التي ستساعد على تسهيل المواطن الولوج إلى العدالة. أحسن طريقة لولوج المواطن إلى العدالة هي الرقمنة، وأحسن طريقة لمحاربة الفساد التي تحدثنا عنه طويلا هي الرقمنة. الحمد لله، لا السيدة المديرة المكلفة ولا السادة المستشارين وغيرها من المديرين بوزارة العدل يواكبون هذا المشروع ويساهمون فيه بكل جدية، وأنا مرتاح للاشتغال معهم حول كثير من المشاريع، لأن وزارة العدل تحولت إلى آلة لإصدار كثير من المشاريع. أريد أن أشكر كذلك سلطة السيد رئيس النيابة العامة والسيد الرئيس المنتدى. أنا دائما حينما نفتح نقاش حول هذه المشاريع سواء أنها تشريعية أو الرقمية نجدونه بجانبنا. أشكركم كثيرا السيد رئيس النيابة العامة وبدأ السيد رئيس المنتدى بتشكراتنا، ونحن منفتحين للتعاون المشترك لما في خدمة العدالة. كذلك السيدة الوزيرة منذ اليوم الأول وأنت تواكبين هذا المشروع ودائما في اتصال معنا ودائما تساندنا، ونحن نعتبر أن هذا الدعم السيدة الوزيرة سيكون له نتائج إيجابية جدا. كذلك جميع المؤسسات التي تشتغل بجانبكم، في الحقيقة جميع المؤسسات تشتغل في هذا المجال تساعدنا في هذا الموضوع، لذا أشعر بأن مهامنا تكون أكثر. الضعف الوحيد الذي عندنا ما زلنا ننتج مجموعة من المنتوجات، ولكن ليست لنا نوع من الارتباط بالجامعة التي تشتغل في هذا المجال، لأن القطاع الطلابي الذي يشتغل في هذا المجال ممكن أن يساعد كثيرا وممكن أن يساهم كثيرا في هذا الورش. الموضوع الأول السجل العدلي الإلكتروني. أنتم تعرفون بأن السجل العدلي الإلكتروني طموح الذي لدينا أن لن تعد هذه الوثيقة مطلوبة من طرف الإدارة. سنلغي طلب الإدارة بهذه الوثيقة، ويمكن للإدارة أن تدخل مباشرة إلى المنصة لتحصل على حق الوضعية العدالة لكل شخص. ليس بالضروري أن نطلب من مواطن أن يذهب إلى إدارة من طرف إدارة أخرى ليحصل على وثيقة ليقدمها إلى إدارة أخرى، وهو نفس الدولة ونفس الجهاز. فقلنا أنه يجب أن نعطي الإمكانية، وأعتقد لدي هي اللي تشرف على العملية وستشرف عليه، لأنه تعطيك اليد مثلا عندنا امتحان ديال السادة المحامون السادة القضاة، بعد تماما فضل القاضي الطالب غيكون القاضي أو المحامي باش يدير السادة في الأدلية. مادام في زرتها عندي إمكانية باش نعرف واش عنده سابقة ولا ما عندوش سابقة، فبغينا نعيدو. كذلك قضية الناس اللي في الخارج، كان في الخارج باش ياخذ السابقة الأدلية في السجل المغربي ولا يعطي الوكالة واحد. فالآن سهلت الأمور، ممكن نحصل عليها بسهولة. بالنسبة للمرجع الوطني الإلكتروني، كتعرف بعض الأحيان حنا محامين نتلقاو في المحاكم المغربية، يكفي يقول الرئيس بأنني محامي اسم فلان، واخا ما تعرفني قبل صعيب يقول لك أعطيني البطاقة الوطنية، صعيب يقول لك شكون أنت. فالآن غير نقول له أنا المحامي كذا، ممكن أنا قدامنا الكمبيوتر قدام صدر القضاة غير يقول له أنا قاضي الدار بلا سميتي فلان، يدير الاسم ديالو ويخرج لي الصورة باش يتأكد بأن الشخص اللي قدامه. وكذلك المواطن ما بقاش ينصب عليه حد. وغريب في الأمر أن غير خرجنا هذا المشروع اكتشفنا شخص قال بأنني خبير وكذا وكذا، واكتشفوا أنه ماشي خبير، بأن ذاك المواطن تقلد يدخلوا في عراكين بينهما لأن كانت محاولة النصب. فهذه المنصة هذه غادي يكون أي مواطن كيعرف شكون الخبير، عرف شكون المحامي، فيها الصورة ديالي اللي غادي تبان لي، وأنا ذاك غادي تسهل الأمور. الغرامات عندنا مشكل، الغرامات عندنا تقاليد ديال الغرامات سنة، كدوز سنة كتصدر، فكتصرف الدولة حجمات على الملايير. قلنا انه غادي يمشيو كثر، غادي نديرو اتفاقيه مع السجل ديال السيارات، بغيتي تبيع السياره ولا تشريها
كتدي الغرامه ديالو ولا تدي السيرو ولا تبيع. فكرنا في الافيليات، فكرنا في مجموعه ديال الاشياء باش نوليو نضبطوا هذه العمليه ديال اداء الغرامات. مركز النداء الان عندنا الفرنسيه والعربيه والامازيغيه، بغينا نمشيو للاسبانيه والانجليزيه، حنا الان كنشتغلوا على هذا الموضوع هذا. في القريب العاجل عندنا واحد بلاتفورم اخرى حول الشكايات باش نعرفوا علاش المواطن كيشتكي وشنو هو الموضوع، باش داكشي اللي كيشتكيو فيه المواطنين نوجدوا الحل اصل من الاصل ديالو، ماشي نبقاو غير نحلوا مشاكل المواطنين، نحلوها من الاصل ديالو. كذلك حول كذلك كثير استغراب الجميع حول الاملاك العرفيه اللي كان بالاملاك العرفيه، وحول عقود الزواج ما كنعرفوش كون يتزوج شكون. دابا غادي يولي كل واحد يتزوج شي وحده غادي يتزوج عليه، ومن بعد واش بقى باش طلق ولا ما طلق، ومن بعد واش عنده الاولاد ولا ما عنده الاولاد، ومن بعد واش عنده النفقه ولا ما عنده النفقه. لان بعد الدم هنا نعطيو واحد يتزوج مره ثانيه وهو ما كيعطيش النفقه المره الاولى، خصنا نرجعوا بعض الامور كما كتعرفوا في المجلس ديال جلاله الملك مناقشات مدونه، وبالعكس نكونوا اعتقد ان خصها جلاله باش تكون معي الشرطه والشجاعه باش نتواجهوا مجموعه تاع المشاكل اللي مازال كتعيشها المراه، وخاصه في السيد الرئيس نيابه العامه الموضوع ديال الحضانه والولايه. كنعطوا الحضانه والولايه عند الرجل، ولا يمكن ان تتصرف في مصير خصنا نحلوا هذا المشكل ديال الحضانه، لا الحضانه والولايه وخرجوا لها. بغيت نشكر كذلك سنه عفريت على الخدمات اللي قدمت لنا، على التضحيه ديالها وعلى قبولها وضعف الامكانيات ديالنا، ولكن كنت حاضره معنا كممثلة وكمخرجة وكاتبة سيناريو، درنا كلشي الحقيقة، خدمات معنا كلشي وهذا باش الهريب، ثم تجشمت اليوم باش تحضر معنا بالأمس، خذت الطيارة من موريال حضرت معنا اليوم. شكرا سناء، شكرا على الخدمات اللي كتقدميها. الفن كان دائما وسيلة من وسائل تكوين المواطن وتوجيهه إلى كذا. أشكركم جميعا على الحضور ديالكم اليوم، أتمنى باش نشوفكم وغادي تشوفوا، لأنه هذا المسطرة المدنية هو غادي يجي في الأسابيع المقبلة، السيد الرئيس حكم هو اللي عندنا باش نناقشوا هذا القانون المسطرة المدنية، وكاين قوانين أخرى بحال العقوبة البديلة، وكاين القيد الإلكتروني السجن تقريبا، السجن اللي يدوز في الإجراءات القانونية، فكل مرة غادي نشوفكم دابا باش تعطيونا رأيكم في هذه الأنشطة هذه. السيد عميد الجامعة الدولية للرباط، هذا معهد غادي يدخلوا للمحامين وغادي يدخلوا للموثقين، احنا بجانبكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.